احمد لا لو قصه فلوس هقول لحضرتك هدي هدي لحضرتك مثال. طبعا مع الاحترام الكامل، فريق بيراميدز كان جاله من سنتين فتره كان معاهم ماديات اعلى من النادي الاهلي 100 مره، وعملوا وجابوا صفقات اعلى من النادي الاهلي، يعني خدوا مننا عبد الله السعيد مثلا وخدوا رمضان صبحي، وفي الاخر ايه؟ ما جابوش بطولات. ليه ما جابوش بطولات؟ ليه؟ لان هم ما عندهمش رقم واحد الجماهير، عقليه جماهير النادي الاهلي والشعبيه دي. النادي الاهلي عقليته وجماهيره مختلفه عن اي جماهير في الوطن العربي. انت النهارده الجماهير بتطالبك، الشغل في النادي الاهلي اصلا ضغط تحت ضغط طبعا. اي حد بيشتغل في النادي الاهلي بيعمل في منظومه عارف مضغوط. الجمهور بتمشي بيقول لك مضغوط. النهارده احنا عايزين ال 12، خلصوا ال 11 عايزين ال 12، عايزين نقفلهم دسته. دي عقليه مستحيل تلاقيها اصلا في نادي تاني. على فكره احنا خدنا ال 10 الاول، قال لك ايه التسعه وال 10 وال 11 قال لك لا عايزين نقفلهم دسته دسته صح. الحاجه الثانيه الاداره، الاداره الشاطره، الاداره اللي جايبه السنه دي عامله موسم تاريخي، جايبه السنه دي 22 بطوله في الاربع العاب الكبرى اللي هم القدم واليد والسله والطايره. النادي الاهلي واخد في القدم مثلا اربع بطولات حتى الان، حتى الان ولسه الدوري ان شاء الله ولسه الكاس اربع بطولات. في اليد احنا معانا الاحصائيه لو نستعرضها سريعا، في اليد انت واخد خمس بطولات، ده طبعا مقارنه ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك بما ان النادي الاهلي هو اقرب منافس يعني. النادي الاهلي واخد في اليد خمس بطولات، اخد دوري رجال، كاس مصر رجال، السوبر الافريقي رجال، دوري سيدات، كاس مصر سيدات. نادي الزمالك واخد مثلا سوبر مصري، واخد كاس الكؤوس الافريقيه، واخد بطولتين. قدامنا الاحصائيه على الشاشه اهي. فانت بتتكلم ده في اليد 5-2، انت في القدم 4-0، في القدم 4-0 ولسه الدوري تمام، وفي الباسكت 9-0، وفي الباسكت 9-0. الباسكت انت واخد كاس مصر رجال، دوري المرتبط رجال، دوري السوبر رجال، دوري ابطال افريقيا للسله، سوبر مصري سيدات، كاس مصر سيدات، دوري المرتبط سيدات، دوري السوبر، دوري منطقه الايه القاهره. بعد كده خش على الطايره 4-4، متعادلين 4-4. فانت لما تجمع يعني انت بتتكلم القدم 4-0، اليد 5-2، السله 9-0، والطايره 4-4. لما تجمعهم دول الاربعه الكبار، بعيدا بقى عن كره الميه، رغم ان النادي الاهلي مثلا في كره الميه بطل الدوري بعيدا عن الهوكي، لكن الاربعه الكبار اللي هو القدم اليد السله الطايره، النادي الاهلي واخد 22 بطوله مقابل 6 لنادي الزمالك. احنا مش هنتكلم على العلاقه الفرديه، مش هنتكلم على العلاقه الفرديه، مش هنخلص عايزين نخش على الاستوديو الجاي بقى. تنس الطاوله لسه محقق بطوله الدوري وحتى في افريقيا متواجدين، وفي البطوله العربيه دايما موجودين. يعني الانجازات كلها على فكره يا جماعه مش مرتبطه بس بالفلوس، الفكره في الاداره في المقام الاول. لان انا باخد بالي جدا من فكره البطوله الافريقيه لكره القدم تحديدا، تبص على ميزانيه الرجاء وتبص على ميزانيه الترجي وتبص على ميزانيه الوداد، ميزانيات اقل بكتير جدا من فرق بتصرف في الدوري المصري حتى في منتصف الجدول. صحيح. مش هقول في المراكز المتقدمه، ومع ذلك بتلاقيهم في موجودين في النهائيات، يا اما سيمي فاينال يا اما فاينال. فالقصه